الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتحدث اليوم في هذا الدرس حول حفظ القرآن الكريم وجمع القرآن الكريم. هذا الدرس من أهم الدروس المتعلقة بثقة الناس بأن ما بين الدفتين هو كلام الله تبارك وتعالى والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرد على الشكوك والشبهات التي يطرحها أعداء الإسلام حول جمع المصحف وكتابته والاتفاق على القراءات التي فيه وغير ذلك من النقاط كما سيتضح لنا بإذن الله تبارك وتعالى. بنهاية هذا الدرس إن شاء الله سنتعلم على المراد بحفظ القرآن الكريم والمراحل التي مر بها حفظ الله تبارك وتعالى عندما تكفل الله تبارك وتعالى به، ونذكر زعيم العظيمة المباركة التي قامت بهذه المهمة العظيمة وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وكيف اعتمد أو المنهج الذي اعتمده في هذا الجمع، وأيضا نفرق بين الخصائص المتعلقة بجمع أبي بكر رضي الله عنه وجمع عثمان رضي الله عنه بعد ذلك. نبدأ أولا في بأن الله تبارك وتعالى عندما تكفل بحفظ القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالمؤمن يتيقن يقينا أن الله تبارك وتعالى حفظ ويحفظ كتابه وكلامه، فهو الذي أنزله وهو الذي تكفل بحفظه. ولذا فإن القرآن الكريم لم يتعرض لأي شيء من الخلل أو الخطأ أو الزلل أو الزيادة أو النقصان أو الحذف أو التحريف أو التغيير أو النقل وغير ذلك، وإنما وصلنا غضا طريا كما أنزله الله تبارك وتعالى عبر جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه إلى الصحابة رضوان الله عليهم، ومنه إلى تلاميذهم إلى زماننا هذا. الله تبارك وتعالى تكفل في الحفظ للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن علينا جمعه وقرآنه، وقال: سنقرئك فلا تنسى، وتكفل بالحفظ على العموم لهذا القرآن العظيم لحكمة عظيمة، لأنه الرسالة الأخيرة، الرسالة الخاتمة للبشرية من الله تبارك وتعالى. لن يأتي بعدها رسول ولا نبي ولا رسالة ولا كتاب، فيجب أن تبقى إلى قيام الساعة، فبقيت كلمة الله تبارك وتعالى محفوظة. أما الكتب السماوية السابقة فإن الله تبارك وتعالى لم يتكفل بحفظها، إذ لا حاجة لحفظها، وإنما تعهد أو عهد بحفظها إلى الرب والأحبار العلماء والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلذا اعتراها ما اعتراها من التحريف والتبديل وفقدان أجزاء منها وإضافة أجزاء وانقطاع السند، وهذا فيه حكمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، لأن هذه الكتب جاءت محددة بالزمان والمكان. النبي يرسل إلى قومه ويأتيهم بالمعجزات ويأتيهم بالكتاب من الله تبارك وتعالى، والرسول يأتيهم بالكتاب من الله تبارك وتعالى، فلا يحتاج إلى أن يبقى هذا الكتاب، لأن له فترة زمنية محدودة، ثم بعد ذلك سيأتي الكتاب الآخر الذي يغير بعض الأحكام والتشريعات ويأتي بما يناسب القوم الذين أرسل لهم الرسول الثاني. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو رسول الله تبارك وتعالى ثقلين، وهو الرسول الخاتم، ولن يأتي هناك رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن أو تقتضي حكمة الله تبارك وتعالى أن يبقى كلام الله تبارك وتعالى معهم، فحفظه الله تبارك وتعالى. هذا الحفظ من الله تبارك وتعالى تناول القرآن الكريم في جميع مراحله: الحفظ في الملأ الأعلى أولا في اللوح المحفوظ، ثم في بيت العزة، ثم عندما أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهيأ الله تبارك وتعالى أسباب الحفظ له في هذه كلها. ففي الأول اختار الله تبارك وتعالى له الروح الأمين جبريل عليه السلام،
وهو أمين الله الملائكة، وهو المستأمن على هذا الوحي، واختاره الله تبارك وتعالى لينقله. وتحدثنا عن جبريل عليه السلام فيما سبق فلا نكرر. ثم بعد ذلك أنزله الله تبارك وتعالى إلى بيت العزة إلى سماء الدنيا، فحفظه الله تبارك وتعالى أثناء نزوله كما سنوضح بعد قليل إن شاء الله. حفظه من الشياطين ومن الجن، وأنزله على قلب خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، وتعهد بحفظه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه له. ثم هيأ الله تبارك وتعالى بعد ذلك أسبابا لحفظ القرآن الكريم على الأرض، واستمرار حفظه على هذه الأرض عبر الحفظة من الصحابة رضوان الله عليهم، وعبر كتاب الوحي، ثم بجمع القرآن الكريم الجمع الأول ثم الجمع الثاني، ثم انتقال واستمرار مراحل كتابة القرآن الكريم وحفظه واتصال سند الحفاظ بالنبي صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام من رب العزة عز وجل إلى زماننا هذا، وإلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. نأتي الآن إلى المرحلة الأولى من حفظ القرآن الكريم، ألا وهو حفظه في الله تبارك وتعالى أودع كلامه في كتاب مكنون في مكان محفوظ، لا يستطيع أحد أن يتطرق إليه، ولا أن يلمسه، ولا أن يغير فيه شيئا، ولا يمسه إلا المطهرون من الملائكة الكرام البررة. فهو في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وهم ملائكة، فلا تستطيع الشياطين أن تقترب منه، ولا أن تمسه، ولا أن تأخذ منه شيئا. والله تبارك وتعالى يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فكان في اللوح المحفوظ مكرم مصون محفوظ، ما يستطيع أحد أن يأخذ منه، ولا يطلع عليه إلا الملائكة المقربون، ولا يمسه إلا الملائكة المطهرون، بل هو قرآن في لوح محفوظ. فهذا الحفظ الأول لكلام الله تبارك وتعالى، وحفظه الأول في السماء كما أراد الله تبارك وتعالى. عندما نزل من السماء الدنيا من بيت العزة إلى الأرض، الآن هناك خطورة. هذه الخطورة تتمثل في أن الشياطين كانوا يسترقون السمع، كما ذكر الله تبارك وتعالى من قبل: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فمن قبل كانوا يستطيعون هذا، لكن الآن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول هذا الوحي قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فالله تبارك وتعالى أرسل جبريل عليه السلام الروح الأمين، وتعهد بحفظ هذا القرآن في طريق نزوله، فلا يستطيع الشياطين أن يسترقوا السمع، ولا أن يأخذوا منه، ولا أن يطلعوا عليه، ولا أن ليس لهم سبيل أبدا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم، وما يستطيعون. إذن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الحقيقة ورد أي شبهة قد تأتي للإنسان بهذا. هذا الحفظ من الشياطين التي كانت تسترق السمع، يمر بنزول القرآن الكريم إلى أن يصل إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أحد منهم أن يتطرق له بشيء، ولا أن يسترق منه شيئا، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إذن الحفظ من الله تبارك وتعالى في هذه المرحلة الثانية، ألا وهي مرحلة النزول. فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أراده الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك حفظه الله تبارك وتعالى على الأرض، في هذه الأرض، الحفظ الأول الذي كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفلت منه، فكان يحرك به لسانه ويقرأ مع نزول الوحي، ف أمره الله تبارك وتعالى أن لا يفعل ذلك،
وبدلا عن هذا تعهد الله تبارك وتعالى بأنه سيجمع القرآن الكريم في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيحفظه النبي صلى الله عليه وسلم ويعيه، وأنه لن ينساه، سنقرئك فلا تنسى، إن علينا جمعه وقرآنه. فحفظه الله تبارك وتعالى في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه من حوله، ومنهم من حفظه، ومنهم من أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه. فحفظ القرآن الكريم بعد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الصحابة رضوان الله عليهم، كان هناك نوعان من الحفظ: الحفظ الأول في صدورهم، والحفظ الثاني في الكتب، في الصدور. إذن تم هذان الأمران للقرآن الكريم، ونفصل فيهما شيئا: كيف حفظ في الصدور وكيف حفظ في السطور. الجمع الأول للقرآن الكريم: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هذا الجمع الذي في الصدور هو الجمع الأول، وأول جمع كان في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ما المراد بالجمع في اللغة العربية؟ الجمع في اللغة العربية يطلق على معنيين: جمع الشيء عن تفرقة، أو تأليف للمتفرق. فالجمعان هذان شاملا القرآن الكريم بالمعنيين: جمع المفرق من الآيات والسور حتى يكون مجتمعا في صدور الناس في حفظهم وغير ذلك، فهذا إذا حصل جمع عن تفرقة، يعني كانت تنزل هذه الآية ثم هذه الآية ثم هذه الآية فتجتمع في سور وتجتمع في القرآن الكريم، كما إلى مكان وصول النزول ذاك يجتمع في صدورهم، فهذا الجمع الأول. والجمع الثاني تأليف المتفرق، أن يكتب هذا المتفرق ويوضع بعد ذلك في مكان، فهذا المتفرق جمع ثم ألف ثم دون ثم كتب. إذن تم للمصحف هذان الجمعان: الجمع الأول الذي في الصدور بهذا المعنى الذي نتحدث عنه، وقراءته وتلاوته بالألسن، وهو اسم القرآن أي المقروء. فالقرآن بمعنى المقروء، هذا هو الجمع الذي في الصدور، حفظ وجمع في صدور النبي، في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وصدور الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يقرؤون به في ألسنتهم في صلواتهم وفي خلواتهم، فهذا هو القرآن. والجمع الآخر جمع وتأليف المتفرق وتدوينه وكتابته، وجمع بين دفتين، هذا يسمى إيش؟ الكتاب، وهو الاسم الثاني للقرآن الكريم. إذن سمي القرآن لأنه يقرأ، وسمي الكتاب لأن الله أشار إلى كتابته وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته وكتابة الآيات التي تنزل ووضعها في مكانها حيث نزلت. هذان الاسمان أكثر اسمين تكرر في القرآن الكريم: القرآن والكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، بداية آيات الكتاب وقرآن، تلك آيات القرآن وكتاب، والآيات كثيرة جدا تختار هذين الاسمين. فيهما إشارة إلى وجوب حفظ القرآن الكريم بالطريقتين: حفظه في الصدور حتى يقرأ، وحفظه في السطور حتى يقرأ منها، يعني يتلى ويقرأ القرآن الكريم. ومن المهم تنبيه على أنه الأصل في القرآن الكريم هو حفظه في الصدور، لكن ليس كل حافظ يأتي ونعتمد عليه فقط ما لم يوافق الرسم المنقول في المصاحف. المصاحف الآن المكتوبة والمدققة والمراجعة والمعتمدة من الحفاظ واللجان والحافظ الذي جاء، فالحافظ هذا ما نثق بحفظه فقط إذا خالف هذا الرسم المنقول المجمع عليه المعتمد الذي هو المصحف. وكذلك المصحف المطبوع أو المكتوب لا نعتمد عليه ولا نثق به لوحده حتى يوافق ما عند الحفاظ الذين عندهم حفظ بالإسناد المتصل الصحيح المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هاتان الطريقتان من الحفظ تعبد واحدة منهما الأخرى، تعبد واحدة منهما الأخرى، هكذا حفظ القرآن الكريم. هذا بالمعنى، معنى الحفظ في الصدور. أول حفظ في الصدور كان حفظ من؟ حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الحفاظ وهو أول الحفاظ صلى الله عليه وسلم، وهو نبي الله وهو رسول الله، وقد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه
لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك زيادة في الاطمئنان والتثبيت لهذا الحفظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر ويعتريه ما يعتري البشر، فحتى تزداد الثقة، ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه وحفظ الله وتلاوته للقرآن الكريم، وثقة الصحابة رضوان الله عليهم أيضا وأرضاهم، كان جبريل عليه السلام يعرض مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم كاملا في كل عام، يعرضه كاملا يعني يقرأه، يعني عندما يلقاه جبريل عليه السلام في كل ليلة من شهر رمضان يقرأ القرآن، يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع جبريل، وفي بعض الروايات يفهم منها أن جبريل أيضا كان يقرأ ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعرض أحدهما على الآخر. الذي يهمنا عرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، زيادة في الاطمئنان والتثبت والاستحضار. وفي العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عام، عارضه جبريل عليه السلام القرآن مرتين. وفي رواية عن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة، يعني مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم وثاقب فهمه عليه الصلاة والتسليم. اللطيف في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر في الأول: جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة، وعارضني العام، استخدم لفظ العام في الأخيرة والسنة في الأول. ولعل قدح في ذهني والله تعالى أعلم أن السنين السابقة كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، فاستخدم لفظ السنة، ولفظ السنة في اللغة العربية يستخدم لأكثر من أمر، لكن العام عادة ما يستخدم في الخير، فقال: عارضني العام، لأنه العام الذي سيلقى فيه ربه عز وجل، فكأنه عام الخير وعام الفرح وعام السرور وليس العكس. فانظر إلى هذه الدقة في جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بلاغته وفصاحته وحبه لربه عز وجل، والله تعالى أعلم. بعد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم حفظه رضوان الله عليهم وأرضاهم. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا أهل بداوة، وفي أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ونتيجة ذلك أنهم كانت عندهم ذاكرة قوية جدا وحافظة قوية جدا. والإنسان في حياته هكذا، إذا اعتمد على ذاكرته كثيرا ولم يعتمد على الكتابة فإن ذاكرته تقوى. ويذكر أي إنسان كان من قبل يحفظ الأرقام، أرقام الهواتف ونحوها وصناديق البريد وشيء للكثير من الناس الذين يتعامل معهم، من ذاكرته ما كان يسجل، فكان يحفظها ويضغط على وعندما جاءت هذه الأجهزة التي تحفظ فيها الأرقام ضعف هذا شيئا فشيئا، إلى أنك في زماننا هذا قد لا تجد أن الإنسان يحفظ سوى عشرات الأرقام أو أقل من ذلك، ما يحفظ شيئا كثيرا. لماذا؟ لأنه ما يستخدمها وما يعتمد عليها، إنه يعتمد مكتوب. فمن تهيئة الله تبارك وتعالى وتمهيده لحفظ القرآن الكريم أن كانت هذه الأمة أمة أمية، فكانوا يعتمدون على ذاكرتهم وحفظهم، فقاموا بهذا وتسابقوا إلى حفظ القرآن الكريم واستظهاره وتلاوته وقراءته في صلواتهم وخلواتهم، حتى رسخ عندهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليمهم وتحفيظهم، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى البلاد من يعلمهم القرآن ويقرئهم القرآن، ومن يعلمهم أمور دينهم وعباداتهم، لكن كان يبعث قارئا ومعلما لأحكام الدين، ويبعث عادة شخصا آخر يعلمهم أمور الحياة والتعامل. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصعب بن عمير وابن أم مكتوم رضي الله عنهما إلى أهل المدينة قبل الهجرة، مع الذين قدموا من وفد من المدينة، حتى يعلموهم القرآن ويعلموهم أمور دينهم، فكانوا يتعلمون القرآن
منذ بدء نزوله، ليس بانتظار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يهاجر، ففي المدينة قرأ القرآن في بيوتات المدينة قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حث الصحابة رضوان الله عليهم على حفظ القرآن الكريم وقراءته. وأيضا أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه إلى مكة بعد الهجرة. بعد الهجرة أهل مكة ما انقطعوا عن الوحي ولا عن قراءة القرآن، فمن بقي في مكة أرسل لهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه حتى يحفظهم القرآن الكريم ويقرئهم القرآن الكريم ويعلمهم. لهذا كثر الحفظة من القرآن، حفظة القرآن الكريم من الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. فحتى إنه يعني في حادثتين حصلت، واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وواحدة بعدها، واحدة في بئر معونة قتل من الحفاظ ما بين 40 أو 60 أو 70 حافظا للقرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى العدد الحفاظ الكبير اللي كانوا موجودين. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم اليمامة في حروب المرتدين قتل أيضا في يوم من الصحابة رضوان الله عليهم من حفظة القرآن الكريم 70. فإذا عدد كبير جدا من الصحابة رضوان الله عليهم من حفظ القرآن الكريم، فهؤلاء الذين قتلوا. وقد سأسأل لماذا هذا العدد الكبير من الحفاظ الذين استشهدوا في هاتين المعركتين؟ الحفاظ حفظة القرآن الكريم كانوا يتسابقون إلى فعل الخيرات وإلى الدفاع عن الإسلام والمسلمين، ويحث بعضهم بعضا، وكانوا ينادون بعضهم بعضا يا أهل سورة البقرة، يا أهل سورة كذا، ويقول يا أهل القرآن، كل واحد ينادي من معه من حفظة حتى يصدق الله تبارك وتعالى ما وعدوه وما قرأوا في كتابه جل وعلا. ولهذا السبب كثر فيهم الشهداء رضوان الله عليهم وارضاهم. الذي يهمنا كثرة عدد الحفظة من الصحابة رضوان الله عليهم ممن جمع القرآن الكريم في صدره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرار ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي هيأها الله تبارك وتعالى لجمع القرآن الكريم في السطور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على كتابة الوحي، الوحي أي القرآن الكريم هنا، فاتخذ كتابا للوحي، والكتاب الوحي كثيرون يزيدون على 20 كاتبا للوحي، ومنهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، ومعاوية وأبان بن سعيد وخالد بن الوليد وأبي بن كعب زيد بن ثابت ثابت بن قيس وغيرهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين كتاب للوحي. قد يسأل سائل لماذا هذا العدد الكبير من الكتاب؟ لم يكن يكفي مثلا أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ويختار كاتبا أو كاتبين أو ثلاثة ويكفي هذا، لكن كأن الله تبارك وتعالى أراد بحكمته وعلمه ثم باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه وتوفيق الله تبارك وتعالى له أن يكثر كتاب الوحي. وفي هذا حكم، منها زيادة الاطمئنان في القرآن الكريم وحفظه ونسخه، وأيضا لأن الوحي كان ينزل على فترات في جميع الأوقات، ينزل الوحي في الصباح وفي المساء وفي الليل وفي النهار وفي السفر وفي الحضر وفي الحر، وليس جميع الصحابة موجودين الكتاب موجودين، فالموجود من هؤلاء الكتاب من الوحي كان يناديه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه عند النزول فيكتب، فيكتبون بحضور الصحابة رضوان الله عنهم الذين شهدوا الوحي، فيكتب هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الآخرون الذين عندهم نسخ أو مصاحف لأنفسهم أو غيرهم من كتاب الوحي وغيرهم ينقل المكتوب هذا الذي كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في مصحفه هو ينقله. فعندنا أصبحت الآن نسختان، نسخة أصيلة كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، ونسخة أخرى نقلت عنها. هذه المعلومة قد تنفعنا لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى عندما نتحدث عن جمع القرآن الكريم. الكتابة لم تكن على ورق أو 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 أو, أو جلود بالتتالي أو بالتوالي أو بالترتيب، لحكمة أخرى عظيمة جدا، أن القرآن الكريم ينزل مفرقا،
فينزل جزء من هذه السورة ثم ينزل آخرها ثم ينزل أولها ثم جزء في وسطها وهكذا، ومن سورة أخرى. فلو أنه كان مكتوبا على التوالي هكذا لكان يؤدي هذا إلى كثير من الحذف والإضافة والكشط وغير ذلك، وهذا مرهق أكثر ومتعب أكثر. فكونه يكتب على قطع سواء من العظام أو من الجلود أو من اللخاف أو غيرها كما سنأتي، هذا أسهل في ترتيبه بعد ذلك، أن ينقل هذا ويوضع هذا بين هذا، ويحتفظ كل إنسان بما عنده ويرتبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرشدهم إلى موضع هذا الذي نزل من الوحي، وهذا لا شك أنه بتوقيف من جبريل عليه السلام وبأمر من الله تبارك وتعالى لجبريل عليه السلام، أن وضع هذه الآية في هذا الموضع، وضع هذه الآية في سورة كذا بين آية كذا وكذا. فكان يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدلهم على الموضع المكتوب في سورة الله تبارك وتعالى. ومن ذلك في الرواية عندما نزلت قول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، أول ما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فابن أم مكتوم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله فماذا أفعل، أنا ضرير. فأنزل الله تبارك وتعالى غير أولي الضرر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب أن يكتبها، فكتبها الكاتب وضعها هنا في هذا الموضع، فأصبحت الآية لا يستوي القاعدون من غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على موضع أين توضع هذا الجزء من الآية الذي نزل، أو هذه الآية التي نزلت. وفي الأثر عند النزول قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا نزل شيء من القرآن دعا بعض من يكتب، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعض من يكتب، الكتاب الكثيرون موجودين، من الذي يحتاجه الموجود والقريب في ذاك الزمان؟ ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا، ضعوا هذه السورة أو ما نزل منها في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. وزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أحد كتاب الوحي وأهم شخصية في جمع القرآن الكريم كما سنأتي لاحقا جمعه في السطور، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، نؤلف نجمع، تذكرون الجمع الثاني، نؤلف القرآن من الرقاع، يعني الرقعة هذه والرقعة هذه، وجاءت أين تجد هذه نزلت بين آية كذا وكذا، فتوضع هذه ثم التي نزلت الجديدة هذه ثم التي بعدها، يؤلفوه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجمع تم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، وليس لفرد واحد. ما يقول زيد كنت، حتى يقال يأتي أو إنسان يلقي الشبهات يقول شخص واحد فقط هو الذي رتبه وجمعه، لا، هذا كل الكتاب والذين عندهم مصاحف خاصة بهم أيضا والذين ينقلون بعد ذلك ينتقل. لماذا؟ لأنه هذا بعد ذلك سيسمعوه في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات وفي القيام وفي التهجد وفي الليل وغير ذلك، وعند استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه، ثم بعد ذلك حفظة القرآن الذين يحفظوه ثم يحفظوه لتلاميذهم ولأطفالهم وهكذا، فتسمع هذه على هذا الترتيب الذي نزل فيحفظوها. الكتابة كانت بالأدوات المتاحة لهم، الوسائل والأدوات المتاحة في عصرهم، أمة أمية ما عندهم أدوات للكتابة إلا قليل، أشياء بسيطة جدا. فلذلك كانوا يكتبون على العسب اللي هو جريد النخل هذا الذي يفتح العريض فيشق، أو في طرفه طرف السعف في آخرها عندما يقطع الجريد يكون عريضا من الأسفل، فيكتب عليه، يعني يقطع هكذا ويكتب عليه، وهو خفيف الحمل جدا بعد أن يجف، خاصة قوي وصلب وثابت لكنه خفيف الوزن جدا وخفيف الحمل، وبالإمكان كشط الجهة الأخرى فيصبح مثل الورقة أو مثل قطعة لامعة جدا من الخشب ومكتوب عليها بوضوح. واللخاف أيضا الحجارة الرقيقة جدا التي تتقطع هذا وتتكسر ويكتب عليها أيضا، هذه أثقل ثقيلة لكن الكتابة عليها تكون بالأدوات المتاحة عندهم، وقليل منها يكون بالحفر، لكن الحفر العادة يكون في الحجارة الثابتة في مكانها على الجبال أو غيرها. أما في الكتابة هذه القرآن الكريم يكتبون على هذه اللخاف، هذه القطع المستقيمة من في نوع من الصخور هكذا، سبحان الله، عندما تقطع أو تضرب من مكان تتقطع هكذا كلوح كاملا
يكتب عليها، ويستخدم هذا في الكتابة في بعض الأماكن إلى هذا الزمان، يكتبون عليها ويغسلوها ويمسحوها بسهولة ويكتبون مرة أخرى. فهذه اللخاف، وأيضا على الرقاع، الرقاع هي غالبا ما تكون من الورق، ورق الأشجار أو غيرها والنباتات، وقد تكون من الجلد أيضا. فهذه الرقعة تقطع هكذا حسب ما يحتاجون، ويكتب عليها شيء قليل، الآية والآيتين والثلاث ونحو ذلك. وعلى قطع الأديم، أي قطع الجلد، الجلد جلد الحيوانات التي كانت عندهم، يستفيدون منها في الكتابة، ويلف ويطوى ويحفظ ويربط وترسل به الرسائل، وكان هذا من الوسائل المستخدمة. وأيضا عظام الأكتاف للحيوانات، عظم الكتف أو لوح الكتف، لأنه مستقيم، لأنه مسطح ويكتب عليه بسهولة، ويمكن حمله من الطرف وأثناء القراءة ونحوه. شكله يشبه شكل المروحة اليدوية أو شيء، إذا تعرفه هكذا، هذا اللوح، هذا هو الذي يكتب عليه ويكتب على الطرف. وعلى الأضلاع، أضلاع بعض الحيوانات أيضا، هذه لأنه يكون يمكن الكتاب عليه طولا هكذا، كتابة آية أو آيتين أو غير ذلك. ونؤكد هنا في بعد أن يكتب هذا كله ويؤلف من هذه الرقاع ويجمع، هذه أين توضع؟ هذا المكتوب يوضع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتب. إذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الكتابة، أنه النسخة التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم دائما موجودة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في عندنا في الشارقة حفظها الله وبارك الله فيها مجمع الشارقة للقرآن الكريم، وفيه عدة متاحف، وفيه أعمال للإقراء، وما شاء الله يخرجون حفظة بالقراءات من مختلف بلدان العالم، لكن عملوا على جزء من المتحف حول كتابة القرآن الكريم وجمعه، وجاءوا بنماذج لهذه الوسائل والأدوات التي كانت مستخدمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في العصور الأخرى. فمن شاء بإمكانه أن يذهب لزيارة هذا المتحف الرائع العظيم للاطلاع بعينيه على المراد بهذا، وكيف كانوا يكتبون ويقرؤون من هذه الأدوات أو الوسائل التي كانت متاحة لديهم. هذا الجمع، إذن يعضد الجمع الأول، فأصبح عندنا النتيجة أن هناك حفظ في الأرض، هنا حفظ للمصحف في صدور الحفظة، وحفظ للمصحف في مكتوبا، نسخة مقروءة ونسخة مكتوبة للقرآن الكريم. إذن بهذه الطريقة الحفظ لم يكن لوحده فقط، وإنما الحفظ هذا مطابق لما في السطور، والسطور هذه لا نعتمد عليها لوحدها، وإنما مع الحفظ الذي حفظه الحفظة. فأصبحت الآن بهذه الطريقة المصحف كاملا مكتملا، مجموع الآيات، مرتب الآيات، كما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بناء على توجيه جبريل عليه السلام بأمر الله تبارك وتعالى. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ذكر كيف كان يتم هذا الجمع، وهو أحد كتبة الوحي. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد، فكذا يعني في آيات، فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده، يدعو بعض من يكتب عنده، فيقول: ضعوا هذه السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآية، هناك سور ما تنزل عليه الآية، فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، تنزل عليه الآيات، فيقول: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. إذن سواء كانت سورة يرتب السور، وهذه سنستفيد منها بعدين، ينزل عليه من السور ذوات العدد، فكان يقول: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا كذا. فالسور التي تنزل والآيات التي تنزل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى مكانها. الإشارة في هذه الرواية إلى ترتيب السور ليست مباشرة، ليست دقيقة، لأنه يقول: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، ولا يقول: بين السورة كذا وكذا. لو قال: بين السورة التي فيها كذا والسورة التي فيها كذا، لما حصل خلاف في ترتيب سور المصحف كما سنأتي لاحقا. لكن اللي يهمنا أن السورة نفسها قطعا اكتمل ترتيبها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره، وهذا ما لا خلاف فيه
بين الأمة الإسلامية. فالسورة إذن كاملة كلها، لكنها كاملة ليست في لوح واحد ولا في جلد واحد ولا في نحو ذلك، وإنما مؤلفة من الرقاع، فكل رقعة في آية أو آيات أو نحو ذلك، والتي بعدها آية أو آيات ونحو ذلك، وهي مجمعة كلها معا. فهذه سورة السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وهذه السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. طيب، سنكون هذه بهذه الطريقة. إذا عرفنا أن ترتيب الآيات تم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه. فماذا عن ترتيب السور في القرآن الكريم؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء والعلماء. فبعضهم يقول إن هذا كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي أمر به. وبعضهم يقول إن هذا كان باجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أرادوا أن يجمعوا المصحف كاملا بين دفتين. وبعضهم يقول إن بعضه أو أكثره توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعضه اجتهادي، قليل منه باجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. سنأتي إلى هذه الآراء، خاصة بالإمكان إجمالها برأيين، لأن الرأي الثاني والثالث يتداخلان. فالقائلين بأنه باجتهاد الصحابة لا ينكرون أن بعضه بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة القولين هما قولان أكثر من كونهما ثلاثة أقوال كما سنأتي. في جميع الأحوال، الصحابة رضوان الله عليهم لا شك أنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب السور أثناء تلاوته عليهم في الصلاة وأثناء القيام وغير ذلك. وأيضا كيف كان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم على جبريل عليه السلام، عشان أنه كان أيضا بالترتيب. فكان هذا مما يؤشر إلى أو يشير إلى أن الترتيب توقيفي. لكن نناقش هذه الأقوال أولا، ثم بعد ذلك نرجح بإذن الله تبارك وتعالى. أولا، أدلة القائلين أن ترتيب السور بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، هناك أحاديث صحيحة ثابتة ورد فيها ذكر سور القرآن الكريم المتوالية حسب ترتيب المصحف. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول اقرأ الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، هذا هو نفس الترتيب الذي في المصحف. اقرأ الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، هي بالتوالي هكذا في المصحف. هذا إشارة إلى أنها كانت معروفة ومرتبة عندهم ويعرفوها. أيضا في الأثر الآخر قال بنو إسرائيل، يعني سورة الإسراء، بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. فترتيب هذه السور الخمسة المذكورة هنا على نفس ترتيب المصحف، الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء. فيفهم منها أنه، وهذا حديث الأحاديث ثابتة، يفهم منها أنه هكذا كانت هي مرتبة عندهم ويعرفون ترتيبها هكذا، وهو نفس الترتيب الذي عندنا في المصحف. فهذا يشير إلى أن هذا الترتيب لم يكن اجتهاديا، وإنما بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت أن بعض هذه السور مرتب هكذا بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا يشير أو يدل على أن باقي المصحف أيضا كان مرتبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه من الصعب أو من البعيد جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرتب بعض السور المصحف ويترك الباقي. أما لا يحتاج إلى حكمة وسبب. أما إذا، يعني إذا رتب سيرتب الجميع، ما رتب يترك لكل الجميع. فأما أن يرتب بعضه ويترك بعضه فهذا يبعد. فإذا هذا فيه إشارة أو دلالة غير مباشرة على أن السور مرتبة بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الأول، وهو وجود أحاديث صحيحة ثابتة. الدليل الثاني، هناك أحاديث تقسم سور القرآن الكريم إلى أقسام، الطوال، السبع الطوال، ثم المئين، ثم المثاني، ثم المفصل آخر المصحف. هذا التقسيم ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم في عدة روايات، وثبت في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع، يعني الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت صلى الله عليه وسلم بالمفصل، أي أن فضل الله تبارك وتعالى زاد. فكأن القرآن الكريم فيه جميع أو أفضل ما في الكتب السابقة وزيادة فضل من الله تبارك وتعالى. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم
يقسم هذه السور. الآن لو نظرنا في المصحف نجد السبع الطوال في الأول، ثم المئين، ثم المثاني، ثم المفصل. فهذا التقسيم الإجمالي كان موجودا ومعروفا عندهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالسور في داخل هذا التقسيم الإجمالي، هذا داخله السور، ما يمنع أن يكون السور التي تكون في داخل هذا أيضا مرتب، ما كان هو المصحف كله مرتب إجمالا، فما في داخله من سور مرتبة إجمالا. لو أخذنا هذا الحديث مع الحديثين السابقين يتضح لنا الجمع بين هذين الدليلين، أنه التقسيم الإجمالي للطوال والمئين والمثاني والمفصل ثابت، وترتيب بعض السور في بعض هذه الأقسام أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يشير هذا إلى أنه الترتيب كان هكذا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب هذا القول أيضا يستدلون بأدلة عقلية، يقولون إنه الحواميم، يعني السور التي تبدأ بحاميم والطواسين، وكلها جاءت وراء بعضها، جاءت ولاء واحدة وراء الثانية. أما التي فيها تسبيح سبح لله ويسبح لله، والتي فيها ألف لام ميم متوالية، فلماذا؟ لو أنه كان باجتهاد بشري لجعل كل هذا متوالية، جميع المبدوء بألف لام ميم وراء بعضها، التي مبدوءة بسبح لله ويسبح لله وراء بعض. أما أنه هكذا يدل هذا على أنه ليس باجتهاد بشري، هناك حكمة عظيمة بعده. فمسألة أخرى أيضا عند ترتيب المصحف، لماذا ما رتبوه على تاريخ النزول؟ لو أنهم أرادوا أن يرتبوا باجتهاد بشري لرتبوه على ترتيب النزول، أول ما نزل من القرآن الكريم إلى آخر ما نزل من القرآن الكريم، لكن لم يفعلوا هذا، فما قدموا المكي ولا المدني، بل أقسام. بل لو نظرت في المصحف المدني في بداية القرآن الكريم في سور كثيرة من الطوال وغيرها، والمكي في آخر المصحف، بخلاف تاريخ النزول. فهذا دليل عقلي على أنه لم يكن باجتهاد بشري. يضاف إلى ذلك أن هناك من علوم القرآن الكريم علم تناسب السور والترابط الذي بينها، وهو علم دقيق جميل يؤكد أن كل سورة وضعت في موضعها حتى ترتبط واحدة بالثانية وواحدة بالتي قبلها والتي بعدها في عقد ومنتظم جميل. فهذا دليل على أنه ليس باجتهاد بشري، هذه المعاني الخافية الدقيقة التي تحتاج إلى نظر. فبالتالي هذه من الأدلة التي ترجح أن ترتيب القرآن الكريم كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. في المقابل بالرأي الآخر، القائلين بأنه ترتيب المصحف كان باجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. أصحاب هذا القول يستدلون بوجود آثار تدل على أن الصحابة اجتهدوا رضوان الله عليهم في ترتيب بعض السور، أشهرها بل وأهمها سؤال وجهه ابن عباس رضي الله عنهما لعثمان رضي الله عنه وأرضاه عندما جمع المصحف. والسؤال كان يتعلق بترتيب سورتين، سورة الأنفال والتوبة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول لعثمان رضي الله عنه: ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين، وإلى الأنفال وهي من المثاني، فقرنتم بينهما ولم تجعلوا بينهما سطرا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ يسأل لماذا فعلتم هذا؟ المعنى إشارة إلى أنه هناك سبب، وأنهم كانوا يجتهدون فيه وليس ثابتا عندهم، ولا ما كان اختلفوا فيه. فقال عثمان رضي الله عنه يبين، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما ينزل عليه من السور التي يذكر فيها كذا وكذا، فإذا أنزلت عليه الآيات يقول: ضعوا هذه الآيات في موضع كذا. فإذا أنزلت عليه السورة يقول: ضعوا هذه في موضع كذا وكذا. هذا هو هذا الوضع. وكانت الأنفال أول ما أنزل عليه بالمدينة، يعني بعد الهجرة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا. المنافقون في غزوة تبوك، كل هذا وتلك في الغزوة الأولى، فبينهما فترة، الفترة التي في المدينة المنورة. وكانت قصتها تشبه قصتها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين أمرها، يعني يقصد التوبة
أين نضعها؟ قال: فظننت أنها منها، ظننت أنها متوالية، من أجل ذلك قرنت بينهما ولم أجعل بينهما سطرا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطوال، أي فإن كانت سورة واحدة فهي معا إذن في السبع الطوال، وإن كانت منفصلة فهذه لوحدها وهذه لوحدها، لكن فقط ليس بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأثر إن صح، إن صح كلام كثير في هذا الأثر، لكن إن صح هذا الأثر فماذا يوجهه القائلون بالرأي الآخر؟ هذا سنأتي لها بعد قليل في الترجيح إن شاء الله. القائلون بأن ترتيب السور اجتهادي يستدلون أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام يصلي فكبر، وبعد أن استفتح بدأ يقرأ في البقرة ثم ختمها، ثم قرأ النساء إلى أن ختمها، ثم قرأ آل عمران إلى أن ختمها، ثم ركع صلى الله عليه وسلم. فهنا في هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بترتيب المصحف، قرأ أولا البقرة ثم النساء ثم آل عمران. لو كان الترتيب توقيفيا لقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب. فماذا يقول القائلون في أنه ترتيب السور توقيفي؟ كيف يجيبون عن هذا؟ أيضا بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانت تختلف في ترتيبها عن مصحف عثمان رضي الله عنه، ومن ذلك مصحف ابن مسعود رضي الله عنه الذي شهد العرضة الأخيرة، فهو من آخر ممن شهد آخر عرضة للقرآن الكريم. فبالتالي لو كان الترتيب هذا توقيفيا لما اختلف ترتيب مصحفه عن ترتيب مصحف عثمان رضي الله عنه وارضاه الذي عند المسلمين اليوم. هذه أهم أدلة أصحاب القول الثاني والثالث في أن كل السور مرتبة اجتهاديا أو بعض السور مرتبة اجتهاديا. الآن أصحاب الآراء الثلاثة كلها متفقون في أن ترتيب بعض السور كان بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هناك أحاديث ثابتة صحيحة صريحة في ثبوت هذا الترتيب. فحتى أصحاب القول بأن الترتيب كله أو بعضه ما يخالفون في هذا الأصل، تمام، وإنما يخالفون يقولون هناك كثير من السور باجتهاد أو بعض السور باجتهاد، هؤلاء أصحاب الرأيين الآخرين فقط لسه. فبعضهم يقول كل المصحف مرتب بترتيب النبي صلى الله عليه وسلم بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم سوى الأنفال والتوبة، وبعضهم يقول سوى المئين باقي كله مرتب بترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. هذا إذن أولا العلماء مجمعون على أن هناك ترتيب ثابت بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول. الآن إذا قلنا إن هناك ترتيب ثابت فهذا ما دام اتفق الفقهاء عليه، اتفق العلماء على ثبوت ترتيب بعض السور، إذن هذا هو الأصل، الأصل وجود ترتيب وليس عدمه. وحديث عثمان رضي الله عنه الذي استدلوا به يدل على هذا، يدل على وجود الترتيب وثبوته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ضعوا هذه السورة في موضع كذا وكذا، السورة أين تضعها يعني؟ ليس في داخل سورة ثانية، السورة ضعوها في موضع كذا وكذا يعني بين السور. إذن هذا ثابت، فإذا ما دام ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا هو الأصل، وإذا ثبت أن الأصل هو الترتيب إذن هذا يدل على أن الترتيب شامل جميع سور المصحف، كيف تستثني شيء؟ ما تستطيع تستثني شيء. إذا الأصل نتفق على أن الأصل هو الترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم وليس العكس، ثم نأتي إلى النقاش في الاستثناءات المذكورة. أما الأصل إذا ماذا؟ الأصل أنه مرتب بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أقوى دليل عند القائلين بالاجتهاد هو سؤال ابن عباس رضي الله عنهما لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا لو صح، لو صح فإذا الخلاف بين العلماء فقط في هاتين السورتين وليس في جميع المصحف. لو صح فيكون الخلاف فقط في هاتين السورتين، هل كانتا مرتبتين أم لا؟ هذا لو صح، لأنه قد ما يصح هذا باتفاق، والله تعالى أعلم. إذا يظهر لنا أنه أكثر المصحف، هذا المتفق عليه، أكثر المصحف كان مرتبا بترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفس الترتيب الذي
اعتمدوه في مصاحفهم والمعتمد في مصاحف المسلمين إلى زماننا هذا، وعرفوا هذا الترتيب وكانوا يتداولونه بينهم ويناقشوه بينهم، بدليل سؤال ابن عباس رضي الله عنهما له لعثمان أن هذا هو الترتيب الذي يعرفه، ولذلك يسأله لماذا فعلت هذا هنا؟ لو لم يكن هذا الترتيب معروفا يفعله في أي مكان، ما كان استوقفه، وإنما لأنه استشكل لماذا فعلتم هذا. والترتيب الإجمالي للقرآن الكريم يظهر منه أن الطوال أولا، ثم المئين، ثم المثاني، ثم المفصل، فلماذا هذه فيها اختلاف؟ فهكذا إذا هذا دليل على أنه معلوم عندهم. وإذا علموهم أنه أكثر المصحف كان مرتبا هكذا، إذا من باب أولى أن يكون كله فيما علموا، على الأقل كله يظهر، ليس من باب أولى لكن يترجح على الأقل نقول إنه أكثره كان معلوما لهم أيضا في ترتيبه، إن لم نقل كله سوى هاتين السورتين إن صح الأثر في الخلاف بينهما، والله تعالى أعلم. إذن يترجح لنا هذا والله تعالى أعلم. نأتي إلى سؤال وهو من الشبهات التي يلقيها أعداء الإسلام والمسلمين والمشككين في القرآن الكريم، لماذا ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في صحيفة واحدة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على كتابة المصحف والآيات، وعلى وضع كل آية في موضعها وكل سورة في موضعها، ثم يجمع هذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن لماذا ما جمع هذا كله وكتب في الوحدة التالية بدلاً من الرقاع هذه؟ هناك حكم عديدة وأسباب كثيرة. أولها الوحي كان مستمرا بالنزول تتابعا مفرقا منجما، فتنزل كل فترة تنزل آية، وقد تكون في أي سورة في أي موضع في القرآن الكريم، ما أحد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، ما أحد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا جبريل، جبريل ما يعلم عليه السلام إلا عندما يخبره الله تبارك وتعالى، ما أحد يعلم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعلم إلا الله تبارك وتعالى. فلا يمكن أن تبدأ بكتابة شيء على شكل متتال أو في مصحف وأنت لا تدري متى تنزل آية أو آيات وتوضع في مكان ما هنا، هذا أولا. والأمر الثاني، هناك آيات تنزل ناسخة لبعض الأحكام أو بعض الألفاظ في القرآن الكريم، أو تصحيح بعض الأشياء أو زيادتها، تخفيف من الله تبارك وتعالى في بعض الأحكام من رحمة الله تبارك وتعالى وحكمته، فهذه أيضا ماذا ستفعل بها؟ هل تبدأ تمسح وتشطب وتكشط وتضع حاشية وهامش؟ هذا يشكك بعد ذلك في القرآن الكريم أكثر. لو أنه نسخ موجودة الآن وفيها بعضها ممسوحة وبعضها مشطوبة وبعضها معدلة ومغيرة، لقال المبطلون وأعداء الإسلام انظروا أنه هذا خضع لكثير من التغييرات والتعديلات وفات شيء ووجد شيء وغير ذلك. لكن حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن يكتب هكذا ولا يجمع في صحيفة واحدة. بالتالي الحاجة لجمع القرآن الكريم ما وجدت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، اكتمل الوحي من الله تبارك وتعالى، ثبت هذا لن يزيد شيء ولن ينقص شيء، فإذا الآن أصبحت الحاجة ماسة إلى جمعه في صحيفة واحدة بين دفتين، جمع القرآن الكريم. إذا متى هذا؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. القرآن الكريم قلنا كان مجموعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصدور وفي السطور، أي بضم آيات السور في كل سورة، وبعض السور أو أكثرها على خلاف في ذلك، لكن اللي يهمنا آيات كل سورة في سورتها التي تنتمي إليها، جمعت على شكل رقاع ومن قطع مختلفة من التي كانت مستخدمة من أدوات الكتابة، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ضمه وجمع هذا تحيفة واحدة، أي في مصحف واحد، مثل الكتب التي عندنا في هذا الزمان من الجلود أو من غيرها، فتجمع معا وتكتب على التوالي من أول القرآن إلى آخره، هذا الذي تم في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. كانت هناك أسباب، كان جانبا منها وهو الحاجة الطبيعية باكتمال الوحي وعدم وثبوت القرآن الكريم واستقرار الوحي الأخير من الله تبارك وتعالى للبشرية، لكن كان هناك جانب عملي أيضا،
يعني بعملي فيه استشراف للمستقبل من الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه. حصل أنه ارتدت بعض قبائل العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت معركة عنيفة جدا تسمى معركة اليمامة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وكان حفظة القرآن من الصحابة رضي الله عليهم في الصفوف الأولى، والحفظة كثيرون قلنا، فكانوا أول من تصدى لقتال مسيلمة الكذاب وأتباعه في هذه المعركة، واستشهد الكثير منهم، قرابة 70 من حفظة القرآن الكريم استشهدوا في يوم واحد. فهذه خسارة كبيرة جدا لحفظ القرآن الكريم. ف استشرف عمر رضي الله عنه وأرضاه الخطر، وخشي أن يضيع كتاب الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة، لو أن الحفظة لا سمح الله انتهوا وما بقيت إلا الرقاع المكتوبة، فقد يحصل فيها خلط وتبديل وفقدان لشيء ونحو ذلك. فهنا أشار إلى أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن الكريم من الصدور ومن الرقاع، الجمع من المكتوب المحفوظ عند الحفظة والمكتوب، نجمعه ونتأكد منه ونضمه في صحيفة واحدة في مصحف واحد يكون هذا مخزونا. فبعد مراجعة بينهما اقتنع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ووافق على هذا الاقتراح، وبادر رضي الله عنه وأرضاه إلى تكليف أو اختيار زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. اختيار زيد له حكم كثيرة وأسباب عظيمة سنأتي لما تتضح لنا الحادثة التي حصلت في هذا الجمع. زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه كان أحد كتبة الوحي، وهو يقول، هو يقص هذه القصة بنفسه، يقول أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة، يعني بعد مقتل أهل اليمامة، وعنده عمر رضي الله عنه وارضاه، فأبو بكر رضي الله عنه قال إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، يعني كثر القتل في الصحابة رضوان الله عليهم وحفظة القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، يعني الصراع مع أعداء الله ما راح يتوقفون عن المهاجمة والاعتداء، فقد يكثر القتل في الحفاظ، هؤلاء القراء يسمون القرآن، فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لا أرى أن تجمع القرآن، إني لا أرى هنا اللام للتأكيد، إني لا أرى أن تجمع القرآن الكريم. فأبو بكر رضي الله عنه يقول قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله عليه وسلم. هنا هذا النقاش الحضاري الراقي الفكري بين الصحابين الجليلين، وهو درس لهذه الأمة الإسلامية في التثبت أولا والتأكد ومراجعة الأفكار، خاصة التي فيها خروج عن شيء قد ما كان ثابتا أو نحو ذلك، الخروج عن هذه الثوابت يحتاج إلى مراجعة. فهنا لذلك قال له كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه هو والله خير، يعني هذه فيها خير، يعني ما راح نخالف شيئا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن هو مجموع عندنا في رقاع، فننقلها من الرقاع إلى الصحف فهذا خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري. وافق أبو بكر رضي الله عنه، رأى أن هذا خير فعلا، ورأى الذي رأى عمر رضي الله عنه. قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم، وهذا من أدب عمر رضي الله عنه في هذا المقام، هو أوصل فكرته واقتراحه ودافع عنه إلى أن اقتنع صاحب القرار الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، والآن الخليفة رضي الله عنه وأرضاه يطرح هذا على زيد بن ثابت ويناقشه، فلا داعي لتدخله صاحب الفكرة الأولى والمقترح الأول عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من الحكم العظيمة ومن الأدب الكبير. قال وعمر عنده جالس لا يتكلم. فالآن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يوجه الخطاب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، ويذكر سبب اختياره هو. كتبة الوحي كثيرون، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر أصحاب الفكرة والمبادرة موجودان، وهم من كتبة الوحي، وبقية الصحابة كتبة الوحي موجودون كثيرون. لماذا زيد بن ثابت؟ لماذا تكلفني بهذا وهي مهمة عظيمة صعبة؟ فقال له بدأ
يقدم بالمبررات أو الحكم التي استدعت ذلك. إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. كلفه الآن بالمهمة، إذن ذكر المبررات سنأتي تفصيلها، ثم كلفه تكليفا أمرا الآن، وطاعة ولي الأمر واجبة في الخير وفي غير المعصية واجبة، فبالتالي كلفه الآن، قال فتتبع، ما في اختيار أو، وإنما تكليف الآن، أنت الشخص المؤهل لحمل هذه المهمة، إذن قم بها، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد الآن يتكلم رضي الله عنه وأرضاه، يقول فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. استحضر المهمة الكبيرة العظيمة الثقيلة، والآن بدأ يراجع كما رجع، قال كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه والله خير. فلم يزل يراجعه، يعني النقاش الحضاري الجاد الهادف بينهما، حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. فيتحدث الآن زيد رضي الله عنه وأرضاه، هذا الحديث ثابت في الصحيحين في البخاري، يقول فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال. الأولى الثلاث الأول هذه السطور المكتوبة، وصدور الرجال هذه الرابعة، يعني جمعه من الصدور ومن السطور، وهذا مهم جدا سنأتي له بعدين. قال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره. هذه شبهة سنتعرض لها لاحقا إن شاء الله ونجيب عنها، وهي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى آخر السورة. قال الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفاه الله، تركت هذه التي جمع الصحف التي جمع فيها القرآن كاملا، تركها عند أبي بكر رضي الله عنه أمانة عنده حتى توفاه الله، ثم عند عمر رضي الله عنه حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. ليش عند حفصة بعد وفاة عمر رضي الله عنه؟ ليش مو عند الخليفة من بعد عمر رضي الله عنه أو غيره؟ سنأتي لها لاحقا إن شاء الله. طيب إذن هذه تفاصيل الاقتراح والمبادرة والتكليف الذي جرى بخصوص جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر رضي الله عنه. لماذا اختار أبو بكر رضي الله عنه زيد بن ثابت رضي الله عنه؟ ذكرها في الحديث عندما كلفه، قال له أولا أنه شاب، الشباب فيهم نشاط وفيهم همة وحماسة وطاقة وعزيمة أثناء العمل، ولذلك يعتمد عليهم في كل شيء في جميع البلدان، فهم الطاقة الفاعلة كما يقال المحرك، والشباب فترة طويلة في حياة الإنسان منذ البلوغ إلى أن يصبح أن يشيب يكون عجوزا، وهذه تمد سنة عن سنة مع زيادة الرعاية الصحية والتغذية الجيدة والاهتمام وغيرها، تزود سنة عن سنة في التعريف الدولي لها، ولعلهم الآن أظن وصلوا إلى 60 أو نحو ذلك، يعني من البلوغ إلى 60 أو فوقه بقليل أو نحوه، هذا كلها تسمى فترة الشباب، وبعدها يتقاعدون عن العمل. فلكن القصد هنا الشباب ذاك الزمان ما كان بهذه مثل عندنا، قد يكون أقل من ذلك، لكن الشباب المراد به في همته وحماسه وبداية حياته، لعله كان في العشرينات أو نحوها أو بداية الثلاثينات، ما يحضرني الآن مولده رضي الله عنه وأرضاه، الذي يقع في ذهني أو أذكره أنه كان في حدود، يعني كان مراهقا أو في بدايات بلوغه عند مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في هذا الحدود 24 أو 25 إن صح ما أذكره، والله تعالى أعلم. القصد أنه كان في شبابه وهمته وحماسه، فهذا هو السبب الأول حتى يتحمل هذه المسؤولية، تحتاج إلى صبر وتتبع ودقة وانتباه ونشاط. فإذا هذه الصفة الأولى، ثم أنه عاقل فطن ذكي حكيم، يعرف كيف يبحث وكيف يدقق وكيف يجمع وكيف يكتب، وهو كاتب أيضا للوحي من الكتبة وحافظ للقرآن الكريم،
فبالتالي سيقوم بهذا العمل عاقل، ما يتهور، ما يتخذ قرارا هكذا بسرعة، يكسل، ما يتساهل في بعض الأمور عن غيرها، فهو سيكون ضابطا لعمله. هذا السبب الثاني. السبب الثالث، غير متهم في دينه، يعني هو ثقة، ثقة كاملة، لا يوجد عليه أي مأخذ ولا أي شبهة أبدا، فلا يوجد في لن يكون هناك في عمله أي ريب أو شبهة أو ريبة أو اتهام أبدا، ويدل على ثقته والاعتماد عليه أنه استثقل هذه المهمة أي استثقال، حتى قارنها بنقل جبل كامل وقال إنه نقل الجبل ليس أثقل من هذا، ما راح يكون أثقل من هذا العمل الضخم الذي كلفني. وبالتالي عندما يستحضر عظم وأهمية وخطورة المهمة ومع المقدرة التي عنده والمهارة التي عنده، هذا أدعى لأن يتم هذه المهمة على أتم وجه. وقد كان، ولذلك كتب الله له تبارك وتعالى له هذا الأجر العظيم، كل من قرأ في مصحف إلى قيام الساعة يكتب له مثل أجره على هذا العمل العظيم، وكذلك يكتب لأبي بكر رضي الله عنه ولعمر رضي الله عنه والذين شاركوا في ذلك جميعا، وكل من شارك في نسخ أو طباعة المصحف إلى قيام الساعة. لكن انظر إلى هذا الأجر المتتالي والصدقة الجارية له. أيضا أنه أحد كتبة الوحي، فهو يعلم بدقة كيف يكتب القرآن الكريم، وكيف يكتب كل حرف من في المصحف، وكيف تكتب كلمات القرآن الكريم بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وعنده خبرة عملية في أرض الواقع أمام النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الوحي والقرآن الكريم، فإذا هو يعرف. وأيضا هو كان معروفا بحسن خطه ووضوحه وضبطه ودقته، فبالتالي أيضا سيكون هذا أدعى لأن تخرج نسخة متميزة واضحة ثابتة. إذا قدر لا سمح الحفظ ذهبوا، بالإمكان نسخها أو الحفظ منها بوضوح وبسهولة دون تشكك أو ريب. أيضا زيد بن ثابت رضي الله عنه كان ممن شهد العرض الأخير للقرآن الكريم، ولذلك يقول العلماء أنه زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفاه الله تبارك وتعالى، قرأ عليه القرآن مرتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرض جبريل عليه السلام القرآن مرتين، وزيد رضي الله عنه وأرضاه عرض القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مرتين في نفس العام، ولذلك هذه القراءة تسمى قراءة زيد بن ثابت، لأنه هو الذي كتبها أمام النبي صلى الله عليه وسلم بخط يده، وقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم بخط يده، وشهد العرض الأخيرة، العرضتين الأخيرتين، يعني العرضة الأخيرة آخر ترتيب للمصحف بآخر ما نزل من المصحف، وهي التي كان يقرئ بها الناس إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك اختاره أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر رضي الله عنه من أجل جمع القرآن الكريم. وأيضا في الجمع الآخر بعد ذلك عثمان رضي الله عنه عندما سيختار من يكتب المصحف، سيكلف أيضا برئاسة هذه اللجنة، سيكلف زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه لنفس هذه الأسباب. هذا بخصوص اختيار زيد بن ثابت رضي الله عنه. النقطة التي بعد ذلك هي ما كيف قام زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه بهذه المهمة، ما هو المنهج الذي اعتمده في جمع القرآن الكريم؟ بتكليف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه له أن يجمعه من المكتوب ومن المحفوظ، وهو عند العمل تحدث عن منهجه بنفسه، قال: فتتبعت القرآن أجمعه من المكتوب من العسب واللخافي والرقاع وصدور الرجال اللي هم الحفظة. إذن ذكره جمعه من المكتوب ومن المحفوظ، ليس معناه أنه بعضه مكتوب وبعضه محفوظ، كله مكتوب وكله محفوظ، وإنما لزيادة في التوثيق يجب أن يكون هذا وهذا معا حتى يثبته. وفي الرواية الأخرى في الحديث الآخر قال: قدم عمر فقال: من كان تلقى من رسول من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فليأتي به. قال: وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب، هذه أدوات الكتابة اللي عندهم، لكن يأتون بها لزيد، يعني أي واحد عنده شيء كتبه أي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يقبل زيد منه شيئا إلا أن يشهد شاهدان، يعني أنه كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نسخة أصيلة وثابتة المصحف فيأخذ منها.
طبعا هذا ليس فقط الاعتماد فقط على المكتوب، لأنه هو يحفظ القرآن الكريم، وغيره ممن معه يحفظون القرآن الكريم، والذين يأتون بها كلهم يحفظون القرآن الكريم. فبالتالي ليس هو ما يعرف، وإنما هو يريد زيادة في التثبت والتأكد، أين الذي كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدان عليه مع الحفظ الذي عندنا ثم يكتب. إذن المكتوب هذا مع الشهود ثم المحفوظ في صدره وصدور الرجال ويتطابقان فيكتب هذا، ما في الآن أي شك بأنه هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوسائل للإثبات. عمر رضي الله عنه وأرضاه صاحب الاقتراح شارك في تنفيذ هذا الاقتراح، ولذلك كان في بعض الآثار أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أشار على عمر رضي الله عنه أن يكون مع زيد رضي الله عنه، فجاء في الحديث والحديث منقطع لكن الرجال والثقات أن أبو بكر رضي الله عنه قال لعمر ولزيد لكليهما اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. الشاهدين في بعض يقولون المقصود بها الحفظ والكتابة، يعني جاءكم بشيء هو نفس الذي تحفظه ويحفظه الحفظة وهو نفس المكتوب هنا والمكتوب عند غيره فاقبلوه، خلاص أنه هذا كتب فيتأكدون من وجوده، والله تعالى أعلم. نأتي الآن إلى الشبهة التي تقال، إحدى الشبهات عن جمع زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وهو قوله في الحديث عن الآيتين في آخر سورة التوبة قال لم أجدها مع أحد غيره، ما أجدها إلا مع الأنصاري، ما معناها؟ فبعضهم يقول إذا معناها هذه ما وجدها إلا مع أحد عنده فقط، فبالتالي قد تكون هذه غير ثابتة مثلا، وقد يكون فات شيء من القرآن الكريم عند غيره ما وجد عند أي أحد أصلا، والعياذ بالله. هذا من الجهل، لأن الاعتماد ليس فقط على المكتوب وإنما الاعتماد على المحفوظ أيضا، هذا أولا. فهو قصده لم أجدها يعني مكتوبة، وإلا هو زيد رضي الله عنه كيف يقول لم أجدها إذا هو ما يعرف ما هو الشيء، معناه هو حافظ لها وهو يبحث عنها، من عنده هذه ما حصلها، ما حصلها مكتوبة، يعني النسخة الأصيلة التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها شاهدان ما وجدها، ما وجد إلا نسخة واحدة مكتوبة عند أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وهذا هو لوحده يشهد عليها فقط، ما في إلا هو، لكن هو يحفظها. ولذلك قوله هنا قول زيد لم أجدها إلا مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه ليس معناه أن القرآن ثبت بخبر واحد إنه هاتين الآيتين ما حفظها أحد ولا نقلها أحد إلا أبو خزيمة رضي الله عنه، لا، زيد رضي الله عنه كان يحفظها وكان يعلمها ويعلم موضعها من سورة التوبة وأين هي وأين مكانها في آخر السورة، والصحابة من حوله كلهم يعرفوها، لكنه كان يريد ما وجد على هذه إلا المكتوبة، المكتوبة هذه الوحيدة المكتوبة التي ما وجد عليها، وجد نسخة واحدة فقط ليس إلا، إذا النسخة مكتوبة لهاتين الآيتين ما وجد هو ما وجد إلا هاتيها إلا ما وجدها إلا عند أبي خزيمة، أما الحفظ فكان موجودا كان يحفظها. ولذلك قال وتتبعته، التتبع هنا قال المؤلف الزركشي يقول قال وتتبعه للرجال كان للاستظهار لا لاستحداث العلم، يعني لتأكيد حفظه والمعلومة، وليس لأنه يأخذ علما جديدا ما كان عنده علم بها، يعني عندما يتتبعه من الرجال من عنده هذه الآية من عنده هذه الآية ليس معناها أنه ما يعرف أن هذه الآية من القرآن وأنها موجودة هنا، وإنما لا، هذا للتأكيد، واضح؟ هذا هو معنى هذه العبارة، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية التي في يعني عندما يطلب شهودا، لماذا يطلب شهودا والصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول؟ وهذا زيادة من للتثبت، هذا زيادة في الاستيثاق، هذا ليس لطلب علم جديد كما شرحنا قبل قليل، وإنما هذا للاستظهار، وأبرزوا ما عندكم واشهدوا عليه أو يستثيقوا. وفيها حكمة عظيمة جدا أنه جمع القرآن الكريم بهذه الطريقة سيكون علانية ليس سرا، ليس اللجنة فقط لوحدها تعمل، ما أحد يعرف ما الذي يحصل، الكل يعرفون والكل يستطيع أن يشارك، كل أي أحد عنده أي شيء من هذا جيبوه، فيؤخذ وتؤخذ هذه النسخة من هذا الصحابي رضوان الله عليه من هذه الرقعة، ويشهد فلان وفلان أنها
كديت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتدفع أمام باب المسجد، الكل يراها. إذا الجمع هكذا لم يكن لأفراد. فإذا هذا التتبع وطلب الشهود يسهل العمل على زيد بن ثابت، لا يعتمد فقط على حفظه وحفظ اللجنة، وإنما أيضا على الشهود الموجودين وعلى النسخ الموجودة عندهم. فإذا جمهور الصحابة رضي الله عنهم كلهم حافظون وموجودون ويسمعون الشهود ويتذكرون من حفظهم. ولذلك التواتر في حفظ القرآن الكريم ليس لأنه موجود نسخة ونقل منها أو نسختين ونقل منها أو حافظ وحافظين، وإنما الكل جمهور كلهم كانوا موجودين وحافظون ووافقوا هذا الذي جاء بهذه الرقعة وهذا الذي جالس يكتب، إنه هذا كله هو الذي يحفظوه هم بأنفسهم. إذن العدد عدد كبير جدا، كل حافظ منهم هو شاهد على هذا. وبالتالي الجمع هذا جمع المتفرق من الآيات أثناء جمع المصحف، هذا من وسائل الكتاب المكتوب الموجودة عندهم في عصورهم ومن صدور الرجال، حتى يقارنه بالموجود عنده من جمع القرآن الكريم من الصحابة رضي الله عليهم كلهم. فكل واحد عنده، بعضها مكررة عند كثيرين وبعضها مكررة عند بعضهم دون بعضهم، والحفظ كثيرين يحفظون كل المصحف وبعضهم يحفظون أجزاء منه وغير ذلك، كلها تتعاضد معا. فلا يغيب عن جمع القرآن الكريم أي أحد عنده أي شيء، أي واحد كتب شيئا من القرآن سيأتي لهم ويشهد الجمع والحفظ ويشهد عليه والمنقول وهكذا. فإذا تصبح ثقة كاملة بأنه جمع المصحف هذا تم على ملأ من الصحابة رضوان الله عليهم وجمهور الصحابة رضوان الله عليهم، وليس عملا فرديا، وليس عملا فرديا، والله تعالى أعلم. عندنا النقطة التي بعدها يقال أنه هذا الذي جمع وضع فقط عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم عند عمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك انتقل إلى حفصة بنت عمر رضي الله عنه ولم يوضع عند الخليفة، لماذا؟ حقيقة هناك مسألتان. المسألة الأولى، أبو بكر رضي الله عنه كان الخليفة فوضع عنده، هذا مفهوم واضح منطقي. ثم بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه الخلافة آلت إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه فوضعه عنده الخلافة، لكن عمر رضي الله عنه ما أوصى إلى أحد. عمر رضي الله عنه لم يحدد من الخليفة من بعده، وإنما تركها شورى في الستة هؤلاء فيختارون من بينهم واحدا. طيب يأتي قال ويقول لماذا ما وضعها عند واحد من هؤلاء الستة، انظر هذا المصحف اتركه عندك. قال لو فعل هذا لفهم منه أن هذا ترجيح ضمني من عمر رضي الله عنه أنه اختاروا هذا خليفة، فلا يكون الأمر شورى، مشكلة تصير. فكان عمر رضي الله عنه عادلا حتى في هذا، فلم يضعها عند أحد منهم وإنما أبقاها في بيته مع حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم المؤمنين وكانت تقرأ وتكتب وتحفظ القرآن الكريم كاملا، فهي موثوقة مأمونة، فوضعها عندها إلى أن يختارون الخليفة. عندما اختاروا الخليفة بقيت هي عندها إلى أن احتاجها عثمان رضي الله عنه فطلبها منها فأخذها، وسنأتي بعد ذلك إلى جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه. طيب الآن هذا الجمع الذي جمعه زيد رضي الله عنه وأرضاه، ما هي خصائص هذه الصحف المجموعة؟ أولا هذه كما قلنا كانت على ملأ من المسلمين جميعا، وبمنهج علمي دقيق اعتمد على المحفوظ وعلى المكتوب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومطابقة هذا كله معا مع حفظ الحفظة وبحضور ومشاهدة من شاء من الحفظة هؤلاء وأمام باب المسجد، حتى إذا تم فيه البحث العلمي والتحري العلمي والتثبت العلمي، حصل هذا. ففعلوا جميع ما بإمكان الوسع البشري، أيضا اقتصروا على ما لم تنسخ تلاوته، بعض المنسوخة تلاوته من الآيات وهي قليلة في المصحف، وربما توجد عند بعض الناس أنها بقيت كتبها في مصحفه للتذكر مثلا، أو نسي أن يمسحها، أو كتب بعضهم يكتب تفسيرا في على مصحفه لبعض المعاني أو لتذكيره بنزولها أو نحو ذلك، هذا ما ينقل لأنه ليس من المصحف.
فإذا اقتصروا فقط على المصحف الثابت، القرآن المقروء على القرآن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ما نسخ منه. فالمنسوخ، المنسوخ تلاوته لم يثبتوه في المصحف، لأنه ليس من المصحف بعد ذلك، بعد أن نسخه الله تبارك وتعالى ورفعه. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وبعد ذلك أجمعت عليها الأمة، أجمع عليها الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، لأنه كان بحضورهم، فأجمعوا عليها وأجمع من بعدهم عليها، وتواتروا على ذلك إلى زماننا هذا وإلى قيام الساعة. في من الميزات في هذه الصحف أنها شملت الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم، تيسير على الأمة، ما اقتصروا على حرف من الحروف، وإنما شملوا الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم، فأبقوها هكذا. طيب، نأتي الآن إلى الجمع الثاني، وهو جمع عثمان رضي الله عنه. لماذا نحتاج إلى جمع مرة أخرى؟ إذا نظرنا إلى الهدف من الجمع يتبين لنا الحكمة وضرورة الجمع الثاني الذي قام به عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. الجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه كان الهدف من تأليف المتفرق هذا ووضعه في مكان واحد، جمع المتفرق ووضعه في مكان واحد، مسلسل الآيات مرتب السور من الفاتحة إلى الناس، هذا الهدف منه، أن يكون عندنا نسخة من المصحف كاملة مرتبة وليس على رقاع وأجزاء، هذا الذي يعني. ولم يهدف إلى أنه ما نريد مصاحف خاصة عند الصحابة أو كل واحد يتخلص من المصحف الذي عنده ويكون عندنا مصحف واحد، لا، كل واحد مصحفه الخاص به براحته، وما كتب فيه يبقيه كما شاء، والتفسير الذي وضعه في على الحواشي والهذا له وهو يريد أن يتذكرها، وما شاء أي معلومات من هذه، وإن ترك شيئا شطبه أو ما شطبه ما سمحه ما حاول، نسخة خاصة به ويعرف ما الذي كتبه ويحفظ ويقرأ فيعرف في كتابه، مثل الأشياء التي تكون عند الناس الآن، لو عندك أنت دفتر أو كشكول أو نحو ذلك أو مفكرة فيها ما شئت ودمح ما شئت وتبقي ما شئت براحتك، وأنت تفهمها، ربما لو أعطيتها لإنسان آخر قد ما يفهم منها بدقة نفس التي تفهمه، لكن أنت تفهم هذا لأنك أنت الذي كتبته وتعلم ماذا كتبت. فإذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يهدف إلى التخلص من هذه المصاحف الخاصة والقضاء عليها، وإنما جمع مصحف وتأليفه في مكان واحد. ولهذا كانت هناك مصاحف خاصة لكثير من الصحابة رضي الله عليهم وأرضاهم بجوار مصحف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وعندما انتشر القراء في الأمصار واتسعت الرقعة الإسلامية ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكل من ذهب من الصحابة رضي الله عليهم إلى بلد من البلدان كان يقرئ الناس، يقرئهم بالحرف الذي تلقاه هو، وهو أحد الحروف السبعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقرئهم بالحرف الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقرئهم شيء آخر، وهذا الذي تعلمه هو، تمام؟ فإذا أصبح إذا البلد الفلاني يقرأ بالحرف الفلاني، والبلد الفلاني يقرأ بالحرف الفلاني، والبلد الفلاني يقرأ بالحرف الفلاني، وهكذا. فهذا لم يكن فيه إشكال في البداية، ما ظهر فيه إشكال. الإشكال ظهر بعد ذلك في الجيل الذي بعد هذا، وأيضا في التنقل والسفر بين الناس. فعندما يأتي شخص يقرأ مع شخص آخر، هذا تعلم من صحابي وهذا تعلم من صحابي، فيرى بعض الاختلاف في بعض الكلمات أو طريقة النطق لبعض الأحرف أو غيرها، على ما في الاختلاف في هذه الأحرف، فيستغرب يقول ليست هكذا وإنما هي كذا وكذا، يقول لك كذا أخذتها من فلان القارئ الصحابي رضي الله عليهم كذا، والثاني يقول أنا أخذتها من فلان كذا، فما يعرفون سبب الاختلاف وأنه رحمة من الله تبارك وتعالى وأن الله أنزل القرآن على سبعة أحرف، ما يعرفون فيختلفون، حتى زاد هذا الاختلاف، كاد أن يصل إلى نزاع وشقاق، لأن لا يزال فقط في أنه اختلاف، كيف سمعت هذا أنا ما سمعت هذا أنا سمعت كذا وكذا، لكن قد يحصل نزاع وشقاق، ولو قدر الله أن بقي هذا واستمر لحصل بعد ذلك من الخلاف ما لا يعلم إلا الله، لأن الجيل الذي بعده أجهل من الذي قبله بهذا السبب، والذي بعده أجهل، وهكذا كلما تباعدت تكثر هذه الفرقة بينهم والخلاف. الأوائل كانوا يتأكدون أنه سمعه من صحابي وهذا سمعه من صحابي فيقبل
الذي بعده يظن أنه سمعه من فلان، ربما الخطأ من شيخه، فما يعرف هل هذا فعلا من الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، أم أن القارئ هذا أخطأ، ما أحد يعرف. وتستمر هكذا قد تخلق إشكال بعد ذلك. فإذا بهذا السبب أصبح الآن بسبب هذا التعدد وهذا الاختلاف أدى هذا أن عمر رضي الله عنه جمع القرآن الكريم ونسخه وأرسل هذه النسخة عندها الناس. والقصة هذه مذكورة أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قدم على عثمان رضي الله عنه وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، لأن أهل الشام وأهل العراق معا وذهبوا إلى فتح أرمينية وأذربيجان، وسمع بعضهم من بعض فرأوا الاختلاف، الآن اختلافهم في القراءة، فبدأوا الآن واحد منهم يقول قراءتي أصح قراءتك أصح إلى آخره، أنا صواب وأنت خطأ أنت، فاختلفوا فخاف أن يكثر هذا الاختلاف. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال لعثمان أدرك الأمة قبل أن يختلف اختلاف اليهود والنصارى. فعثمان رضي الله عنه على شغل الاستشراف مرة أخرى، استشراف المستقبل من الصحابة رضوان الله عليهم، ومبادرة عثمان رضي الله عنه أيضا وأرضاه إلى تعليم الناس وتفهيمهم ودرء هذا الخلاف قبل أن يتسع، قبل أن يتسع، وهذه من أهمية المستقبل، قبل أن تحصل المشكلة، قبل أن يحصل الكذا، قبل أن تضيع الفرصة، قبل عليك أن تستشف هذا وتبادر تتخذ القرار وتبدأ على التنفيذ مباشرة. فعثمان رضي الله عنه اتخذ القرار مباشرة وأرسل إلى حفصة أن أرسل إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، لأن نحتاج أن نعتمد نفس هذا المجموع وهذا المصحف مع المنهجية التي سنتكلم عنها ونرسلها، فقط ننسخها ونردها إليك، يعني سيبقى هذا المصحف عندك. أرسلت حفصة رضي الله عنها إلى عثمان رضي الله عنه، أمر زيد بن ثابت مرة أخرى ومعه عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هاشم بن هشام أن ينسخوها، فنسخوها في المصاحف، كم مصحف غير معروف كم مصحف نسخ، لكن نسخوا مصاحف. ثم عثمان رضي الله عنه قال للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. هنا الآن منهجية جديدة اعتمدها عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يريد أن يزيل الخلاف، أن الأحرف أنزلها الله تبارك وتعالى رحمة، فلا نجعل الرحمة سببا للاختلاف، وما دام هؤلاء يجهلون هذا فنجمعهم على لسان قريش، لأنه الذي أنزل به القرآن أنزل الله تبارك، والبقية بقية الأحرف هي التخفيف هي الرحمة، أما الأصل نزل بلسان قريش فنعتمد لسان قريش. هذا منهج علمي ومنطقي وصحيح وسليم، ويستدل عليه من القرآن الكريم بنفسه في إنزال القرآن الكريم. إذن فقال لهم إن اختلفتم في شيء، فاختلفوا في شيء كتبوه بلسان قريش، ففعلوا هذا حتى نسخوا الصحف في المصاحف، ورد عثمان رضي الله عنه المصحف إلى حفصة رضي الله عنها، وأرسل إلى كل أفق إلى كل بلد إلى كل مكان بمصحف مما نسخوه. والآن وأمر بما سواهم من القرآن في كل صحيفة ومصحف، خلاص سبب نزول الأحرف كان تخفيف من الله تبارك وتعالى وتقويم لألسنة العرب ولصعوبته والكذا. الداخلون في الإسلام الآن أكثرهم أصلا ليسوا من العرب ابتداء، فيتعلمون لغة العرب بلسان قريش كما نزل القرآن الكريم، ما في داعي أن يتعلموا لغة أخرى لقبيلة من قبائل العربية، لا توجد حكمة الآن من هذا ولا فائدة. التخفيف كان على الذي تعود على لسانه منذ أن ولد إلى أن كبر، يصعب أن يعدل لسانه، فأنزل الله تبارك وتعالى التخفيف، أما الآن لا حاجة له. انظر لهذه الحكمة العظيمة وهذا الفهم الدقيق، فبالتالي نعتمد لسان قريش، فكتب إذن بلسانهم، وبقية الأحرف التي أنزلت رحمة ما في داعي لها، إن أمكن الجمع بينها وبين لسان قريش تركت على ما نأتي، وإن لم يمكن اعتمد لسان قريش، ففعلوا ذلك. ولذلك مدام قمنا بهذا العمل، إذا ما في داعي الآن للمصاحف الخاصة، المصاحف التي فيها الأحرف الأخرى، لماذا؟ لأنه لا حاجة لها وقد تخلق فتنة لا بعد ذلك. ونفهم الآن هذه الحكمة العظيمة من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لو قدر أن موجودة هذه القطع وهذه الرقاع الآن ووجدت الآن ووجدنا فيها اختلافا على المصحف الذي بلسان قريش الذي عندنا، قد يأتي مشكك ومبطل من أعداء الإسلام فيقول انظروا هذا تغير، المصحف لم يكن هكذا، يعني ما يفهم
أنه هذه إحدى الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم، فهو نزل على سبعة أحرف ليس كلها، والموجود هو حرف من هذه الأحرف فقط ليس إلا. فهذه كانت الحكمة العظيمة من عثمان رضي الله عنه، وهي استشراف المستقبل البعيد جدا، ونحن في زماننا هذا بعد مئات السنين نفهم هذه الحكمة العظيمة، ونحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه، وهذا من حفظ الله أو تيسير الله كما تعهد سبحانه وتعالى وتكفل في كتابه. ما هو المنهج الذي اعتمده عثمان رضي الله عنه في النسخ؟ أولا استشار أعلام الصحابة رضي الله عليهم في كيفية الفعل، واتفقوا على ما المنهجية هذه وعزم عليها. أولا حدد اللجنة التي ستقوم بذلك برئاسة زيد بن ثابت رضي الله عنه ومن حوله من القرشيين الثلاثة، هؤلاء هم الذين سيقومون بنسخ المصاحف، ليس فردا إذن وإنما مجموعة، هذا زيادة في التأكيد والتثبت. ثم تم الحصول على الصحف الأولى التي جمعها زيد أول جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وهي التي سينسخ منها، ما في داعي نبدأ من الصفر، وإنما موجودة عندنا هذه النسخ فنعتمدها، وهذا من الحكمة أيضا، ما في داعي للقديم هذاك لأنه أصلا تقادم الزمن، هذه بعد سنين طوال بعد وفاة عمر رضي الله عنه وأرضاه وفي عهد عثمان رضي الله عنه. فإذا هذه النسخ التي جمعت أولا والتي تحدثنا عنها هي الأساس الذي سينسخ منه، فنسخها ثم المصحف إلى حفصة رضي الله عنه. كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه قائدا تميزا، فكان يحضر ويشرف بنفسه على هذا العمل، يتعاهدهم يمر عليهم كل فترة وفترة، فكان وفي الأثر كان عثمان يتعاهدهم، كانوا إذا تدارؤوا في شيء أخروه إلى أن يأتي عثمان رضي الله عنه ويستشيروه، معناه أنه كان متابع كما يقال أولا بأول استمرار. واللجنة هذه إذا اختلفت في شيء كانوا ينتظرون إلى أن يأتي عثمان رضي الله عنه وأرضاه حتى يرجح، عندما لا يصل إلى ترجيح. وفي الرواية أنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه هو أحد أعضاء هذه اللجنة، قال استشكل شيئا فقال قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذه منسوخة، يقصد ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخوان، قال قد نسختها الأخرى اللي هي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه نسخت تلك، قال قد نسختها الأخرى، نسختها الأخرى، قال فلما تكتبها إذن أو تدعها، لماذا تتركها في المصحف وهي منسوخة، لماذا ما خلاص منسوخة شيلها هكذا، يعني استشكل يعني لماذا نكتبها، ليس ما وانظر هذه مسألة مهمة جدا، يتثبتون ما اتخذ من عندي القرار قال هذه والله منسوخة ما في داعي نكتبها، لا يعني هي موجودة الآن في المصحف وموجودة عندنا، لكن استشكل شيئا أنها منسوخة يعني حكما ليس تلاوة، حكمها منسوخ، لماذا تتركها، لما تكتبها أو تدعها، فقال يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكاني، هي هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي هكذا في المصحف الذي جمع أمام الصحابة رضي الله عليهم كلهم، وهي هكذا نحفظها فنبقيها كما هي، يعني أن جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه لم يغير شيئا في المصحف، وهذا من الأدلة على أن هذا تم كما هو تماما. الآن الكتابة في من المنهجية في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه كتبت بطريقة بحيث يظهر بوضوح أو بالإمكان بوضوح قراءة القراءات الأخرى، لأنه ما كان هناك نقط ولا تشكيل، فلو كتبت سواء أن يكون هذا بالتاء أو بالياء في بعض القراءات القارئ نفسه طريقة الكتابة نفسها واحدة ما تتغير، أو بزيادة الألف من غيرها فهي تكتب بدون ألف، فهي تتحمل القراءتين ووضع ألف صغيرة للقارئ الذي يقرأها بالألف وهكذا، فهذا كتب إذن وبدون تكرار الكلمات، في الذي قبلها كان الكلمة ثم الحرف الذي بعده والحرف الذي بعده، كم حرف في هذه الآية أو في هذه الكلمة تكتب على التكرار، فالآن لا مرة واحدة فقط ما تكرر الكلمات، نعم، وتكتب بطريقة تحتمل الأوجه التي قرئ بها، فتم هذا. ولذلك يقول ابن الجزري وهو سيد القراء في هذا والمرجع في عصره ومن بعده،
يقول ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، يعني ما سوى ذلك ليست فيها. قال جامعة للعربة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، متضمنة لهذه العربة الأخيرة لم تترك حرفا منها. لسان قريش الأخيرة هذه كما هي ما ذهب منها ولا حرف في هذه القلعة. قال وهذا القول هو الذي يظهر صوابه، لأن الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له، إلى أن قال فكتب الصحابة رضوان الله عليهم المصاحف على لفظ لغة قريش والعربة الأخيرة، وجردوا المصحف عن النقط والشكل لتحتمله صورة ما بقي من الأحرف السبعة، فالباقي تحتملها لأنه بدون نقاط وبدون تشكيل، كما سنأتي إلى بعض الأمثلة الآن. من منهج عثمان رضي الله عنه وأرضاه وتوجيهه للجنة أنهم إذا اختلفوا في شيء يكتبوه بحرف قريش. قال إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، يعني الحرف الذي أنزل أولا والذي قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم والذي في العربة الأخيرة هو هذا الحرف، حرف قريش هو الذي يثبت. المراد إذا اختلفتم في شيء يعني إيش؟ ليس معنى أنه اختلفتم أنه هذه من القرآن وليست من القرآن، ولكن لا، إذا اختلفتم في طريقة الكتابة والرسم كيف تكتبوه؟ هل يكتب بألف أو بدون، بتاء مفتوحة أو مربوطة؟ هل يكتب كيف، ماذا نفعل؟ لذلك ما الدليل؟ قد يقول قال لا اختلفتم أي اختلاف، حتى اختلافهما في بعض الآيات، لا هذا من الجهل، لأنه الدليل نفسه ماذا يقول؟ إذا اختلفتم أنتم قال فاكتبوه، ويتكلم عن طريقة الكتابة ليس على ثبوت الآية ولا لا لا. على طريقة الكتابة، خط المصحف، أي خط نكتب؟ قال فاكتبوه. إذن الخلاف في الكتابة وطريقة الكتابة، وليس في الألفاظ والكلمات ووجودها من عدمها، كما قد يزعم بعض الجهلة الذين يجهلون حتى أساليب اللغة العربية. فقال فاكتبوه، أي الخلاف في الكتابة، فهذا المراد. يعني إذا اختلفتم في رسم كلمة فاكتبوها بالرسم الذي يوافق لغة قريش ولهجة قريش وطريقة كتابتها عندهم. ثم بعد أن اكتمل هذا العمل ترسل نسخة إلى كل مصر من الأمصار حتى يعتمدها الناس هناك، فترسل ويعتمدوها وهي المرجع عندهم، ويقرؤونها ويقرؤون منها ويرجعون عند الاختلاف أو عند الشك أو للضبط وما سوى ذلك من النسخ الخاصة، والنسخ التي كانت عند الأفراد، والنسخ اللي مكتوبة بحروف أخرى، كلها تحرق خلاص. هذا هو المعتمد، هذا هو المصحف اللي يسمى المصحف الإمام في قولهم. فكم عدد هذه المصاحف التي وجه بها عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ يوجد اختلاف في كم عددها، فبعضهم يقول 6 وبعضهم يقول 7 وبعضهم يقول أكثر أو أقل، وغير معروف العدد، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه كل مصر من الأمصار الإسلامية المشهورة في عصرها أرسل له واحدا قطعا، يعني أين وصلت الدولة الإسلامية في وقته، ففي كل مصر من هذه الأمصار أرسل نسخة حتى تكون عندهم. كم بالضبط ما نعرف، لكن هي فيما يظهر ليس أقل من 6 وغالبا 7 أو أكثر، والله تعالى أعلم. عندما وصلت هذه النسخة إليهم اعتمدوها خلاص، هذا حلت المشكلة كلها من أولها إلى آخرها، ولم يخالف أحد منهم من الصحابة الموجودين ومن تابعيهم، ما خالف أحد. إذن الصحابة والتابعون الأجيال التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها واتباع سنة الخلفاء الراشدين من بعده والتمسك بها، هم هؤلاء كلهم أجمعوا على هذا المصحف، لا يوجد أي خلاف، الإسلامية أجمعت عليه بإرادة الله تبارك وتعالى وحكمته وتوفيقه، ولم يعد هناك خلاف أبدا في هذا. وحتى بعض الذين يزعمون بوجود مصاحف أو أنه كذا ولهذا، ما أظهروا شيئا ولا استطاعوا أن يظهروا ولن يظهروا، ما يوجد شيء، لأنه ما يوجد، لأن الأمة الإسلامية كلها اتفقت على ذلك وأجمعت واستمرت، وبإجماع، وهذا أهم شيء، إجماع الصحابة والتابعين، ليس فقط في المدينة المنورة وإنما في جميع أمصار العالم. وهذه من الحكم العظيمة التي أرادها الله تعالى، ثم من الفهم الدقيق والحكمة الكبيرة لعثمان رضي الله عنه وغيره أن بعث بها إلى الأمصار حتى كل مصر يكون عنده مرجع، ما أبقاها في المدينة أو قال والله تأتون هنا ونعلمكم وترجعون،
وإنما بعدها ستصبح خلاص موجود عندكم المرجع هذا، كل من حولك من مصرك ومن حولك كلهم يعتمدون على هذا، ويزال أي خلاف. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى وتوفيق الله تبارك وتعالى. طيب نأتي بعد ذلك، أي خلاف بعد ذلك موجود في القراءات؟ من أين جاء القراء يقرؤون الآن؟ وقد هناك بينهم خلاف، من أين جاء إذا كان المصحف نفسه؟ في حكمة عظيمة فعلها عثمان رضي الله عنه وأرضاه، المواضع المختلف فيها ما حذفها أو لغى الاختلاف تماما فيها في القراءة، يعني ما أمكن الجمع بها، يجب أن تكتب بطريقة أو غيرها، ما أمكن الجمع، فهذه كتبها في بعض المصاحف ولم يكتب بها في المصاحف الأخرى حتى لا يتكرر الكلام، ها، وإنما ترك هذا مكتوب فيه كذا وهذا مكتوب فيه كذا وأرسل بها، فهؤلاء يقرؤون بهذا. لا يوجد خلاف لأن المعنى غالبا واحد أو زيادة في المعنى، ويحتمله الرسم ومكتوب عنده في المصحف الذي عنده، فكان يقرأ بها، يقرأ بهذا، فكلها ثابتة من القرآن، وكلها في حرف قريش، في الحرف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القراءة كلها فهي ثابتة وكلها بحرف قريش الذي اعتمد، والله تعالى أعلم. أيضا لم يكتفي عثمان رضي الله عنه وأرضاه بإرسال المصاحف، وإنما أرسل معها مقرئين، مقرئ من المدينة المنورة يعرف هذا، يبعث له كيف يقرأ به ويذهب معهم حتى يقرئهم ويقرئهم. فأرسل مع في المدينة يقرأ بالمدينة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن السائب مع المصحف المكي الذي ذهب إلى مكة، والمغيرة بن شهاب مع المصحف الشامي الذي ذهب إلى الشام، وأبو عبد الرحمن السلمي مع المصحف الكوفي الذي ذهب إلى الكوفة، وعامر بن عبد القيس مع المصحف البصري الذي ذهب إلى البصرة، وهكذا. وكل أهل المصحف أهل مصر اعتمدوا هذا المصحف الذي جاء مع المقري الذي أقرأهم، وتركوا ما سواه، فزال الخلاف. بقي إذن توحدت هذه التلاوات والقراءات، وزال ما كان من خلاف في الأحرف الأخرى الموجودة، والله تعالى أعلم. نعم، يسأل سائل: لماذا تعددت المصاحف عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكن مصحفا واحدا فقط منسوخا نفس النسخة من أوله إلى آخره؟ هذه فيها حكمة، لأنهم عندما أرادوا كتابة المصاحف قصدوا كتابة ما وقع عليه الإجماع ونقل متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم من القراءات كلها، ما يسقطون قراءة منها، أي قراءة متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرادوا أن يلغوها، يعني بحرف قريش، القراءات هذه بحرف قريش، فأبقوها. طيب كيف تكتبها؟ ما تستطيع أن تكتبها في كل مصحف تكرر التي ما تحتمل الخط، فجعلوا بعضها في هذه وبعضها في ذاك، فحتى لا يضيع شيء مما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. حتى نوضح هذه السورة، سورة الاختلاف بين المصاحف، هذه له حالتان: الأولى أنه الشكل اللفظ أو الكلمة في الكتابة يحتمل القراءتين أو القراءات الموجودة فيها، مثلا ننشزها أو ننشرها، قراءة بالزاي وقراءة بالراء، كلاهما ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، فإذا كتبت الكلمة بدون نقطة في نفس الشكل فبقيت هذه كما هي، تكتب بنفس الطريقة. الآية أخرى: فتثبتوا فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والتلاوة الأخرى القراءة الأخرى: فتثبتوا، شكلها واحد بقيت كما هي بدون نقاط، فالصورة صورة المصحف الإمام هذا تحتمل القراءتين، فهذه مكتوبة بنفس الشكل في جميع المصاحف كما هي في كل المصاحف. عندنا احتمال آخر، وهي أنه صورة اللفظ تختلف بالكتابة، تختلف بالكتابة، مثلا في: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وفي القراءة الأخرى: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، في وصى وفي أوصى، ما تستطيع أن تكتبها بنفس الطريقة يعني معا. إذن لابد بعض المصاحف تكتب ووصى، وبعضها وأوصى وأرسلوا بها، واضح؟ فبقيت القراءتان الثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا في مصحف المدينة وأوصى، وفي مصحف العراق ووصى، مكتوبة هكذا،
ما كررت مرتين حتى لا يظن أنها أنزلت مرتين. بعض الآيات تتكرر في القرآن الكريم فحتى لا يتوهم إنسان أنها هكذا، فما كرروا كما كان في السابق، وإنما اعتمدوا على واحدة منها وأرسلوا بها هنا، وواحدة وأرسلوا بها هنا. أيضا ما كتبوا واحدة في أصل المصحف والثانية في الهامش، وهذا من الاقتراحات التي حصلت، لكن ما حصل هذا حتى لا يتوهم أنها تصحيح، لأنه في الكتب والمخطوطات إذا أخطأت تضع علامة على الكلمة وتكتب الصواب في الحاشية. فلو كان مكتوب ووصى بها إبراهيم وعلامة، وهنا كتبوا وأوصى، سيظن ظان أنه هذا تصحيح لها، أنه الصواب وأوصى، وهذا خطأ في أثناء النسخ والعياذ بالله. فلا، فقالوا لا، يكتب بدون أي شيء على الحاشية، ولا تفسير ولا توضيح ولا شيء، إنه يكتب النص القرآني فقط. هكذا وصل لنا هذا الكتاب العظيم بهذا الشكل كاملا غير منقوص، كما أراد الله تبارك وتعالى، بفضل حفظ الله تبارك وتعالى أولا، وتكفله وتعهده، ثم بالحفظ له في جميع مراحله، إلى حفظه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وصدور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكتابته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعه وتأليفه، ثم بعد ذلك جمعه في مصحف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بهذه الجهود الطيبة المباركة، ثم في مصحف عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء اصطفاهم الله تبارك وتعالى لهذه المهمة العظيمة، واتباعهم هو من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أجمعت عليه الأمة، والحمد لله رب العالمين، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نختم بالجانب التطبيقي في هذا الدرس المهم حول حفظ القرآن الكريم، وأن هذا الكتاب الذي تكفل الله تعالى بحفظه وهيأ له أسباب الحفظ في نزوله من في اللوح المحفوظ، ثم في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم عند نزوله إلى الأرض، ثم في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب الصحابة رضوان الله عليهم، وفي المكتوب وفي الصدور والسطور إلى زماننا هذا. هذا المصحف له مكانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، مرفوع مكرم عند الله تبارك وتعالى. على الإنسان أن يحرص عليه، وأن يتخذه مصدرا وهداية ونورا له، هدى للمتقين كما قال الله تبارك وتعالى، وأن يعتني به في حفظه وتلاوته وقراءته وتعلمه وتعليمه وتعلم علومه، والاستنارة بأحكامه وتشريعاته وتوجيهاته وآدابه، حتى يعيش المسلم القرآن في حياته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل القرآن وأهل الله وخاصته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وأهلينا وذرياتنا وأحبابنا حفظ كتابه والعلم به والعمل به، وأن يشرح صدورنا وينور بصيرتنا وأبصارنا، ويوفقنا لمن فيه خيرنا وصلاحنا في ديننا ودنيانا. آمين اللهم آمين. للاستزادة حول هذا الموضوع بالإمكان الرجوع إلى كتب علوم القرآن، ومنها مباحث في علوم القرآن، أو المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز أو الوحي والقرآن الكريم، أو جمع القرآن حفظا وكتابة، كلها من الكتب المعاصرة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وعملا. ندعوكم في نهاية هذا الدرس أيضا المشاركة في الإجابة على الأسئلة، الاختيار من المتعدد والصواب والخطأ على الموقع، وهي تدور حول كيفية حفظ الله تبارك وتعالى لكتابه في السماء وفي طريق الأرض، ثم حفظه على الأرض، ولماذا أكثر اسمين للقرآن الكريم هما القرآن والكتاب وتكرر، ما الحكمة من ذلك، وهل هناك إشارة إلى شيء، وما هو منهج زيد بن ثابت رضي الله عنه في جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وما هي خصائص هذا الجمع الذي جمعه أولا، ثم بعد ذلك يعني ما هو سبب الجمع الأول هذا الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وما الذي جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف جمع القرآن الكريم وحفظ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كيف يفترق هذا ويختلف عن جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم كيف يختلف هذا عن الجمع الأخير في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا وتوفيقا وصلاحا واتباعا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
أن يحشرنا في زمرته في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأهل القرآن. آمين اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.